نتقدم بالتحية والتقدير والإجلال والاحترام لإخوة كرام قدموا إلينا في سلاح المدفعية برئاسة السيد الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للقوات المسلحة. قال في الحرف الواحد للسيد القائد العام: ما دام دي رماية المدفعية بالشكل اللي احنا شايفينه، نحن والله واثقين ومطمئنين. نحن واثقين ومطمئنين ان شاء الله المدفعية هي حتحسم كل المعارك باذن الله تعالى. ونحن والله من هنا بنعاهدوا امام الكتاب مفتوح، هؤلاء هم ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية. كلامنا واحد، هدفنا واحد، وكلنا خلف القوات المسلحة، خلف القوات المسلحة. نحن نستمد شرعيتنا من شعبنا، شعبنا السوداني القوي الأبي الصامد الصابر، ونحن خلفكم كقيادات أينما دفعتم بنا تلقونا في صفوف الأمامية بإذن الله. وأي معركة هتحسمها بإذن الله تعالى المدفعية هتكون قدام بإذن الله تعالى. نحن جينا وكلنا يطمئنان بعبر الفدية وسلاح المدفعية الحديد والنار، لأن الطمأنينة سكنتنا من مدفعية أم درمان التي تسند كل محاور القتال في العاصمة الغومية وبالدقة وبالأمانة وبالتوغيد المعروف على المدفعية. ما في اتفاقية مع جنجوي، ما في سلام مع جنجوي، ما في جلوس مع كل من ساند الجنجوي سياسيا إعلاميا وبكتابة التقارير المفبركة للمنظمات الأممية السيئة السمعة والصيت. هنالك من يساندونهم باسم المدنيين، انا ما بعرف حكومه مدنيه، انا بعرف حكومه ديمقراطيه صندوق الانتخابات. دايرين الليله نعمل انتخابات، دايرين بعد ما نحسم هذه المعركه نعمل انتخابات حباب. لكن اي لولوه ولا فهلوه ولا كلام فارغ ولا استغواء باجنبي